وقفنا اليوم في عرفة دعونا الله بالرحمة. بشرى لحجاج بيت الله الحرام، تابعونا في أقوى بث مشترك. الرحمة، مصر 25، الشباب، الحافظ، الخليجية. نلبي الله خالقنا. نسلط الأضواء على مناسك الحج، دور غرفة السياحة المصرية. كيف يكون الحاج سفيراً لمصر في الحج؟ الوصايا الطبية لسلامة الحجاج، مع كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، الأستاذ سيد عمر، الأستاذ محمد عبد العزيز، الأستاذ ناصر الترك، الدكتور محمد المنيسي، مع ملهم العسوي في زاد الحجيج. انتظرونا اليوم في 8 مساء بتوقيت القاهرة. وبالمولى تحصننا من الشيطان والعثرة.